لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ صديق حسن خان في الآية السادسة، الآية 36 أي من سورة النساء، قوله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا في يوم القيامة، إذا كان المراد بالسبيل النصر والغلب، أو في الدنيا إن كان المراد به الحجة. قال ابن عطية: قال جميع أهل التأويل إن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن العربي: هذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه. هو ليس ضعيفا، لكن الصحيح أنه عام. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، هذا عام، لكن يحتاج إلى جواب إذا قلنا بعمومه في الدنيا، كيف ونحن نرى أن الكفار قد يتسلطون على المسلمين؟ فنقول أن السلطان السبيل هو الحجة، فلا حجة لهم ولا يشرع أن يكونوا تحتهم، لا يشرع أن يكون المسلمون تحت الكفار. قال وسبب، قال ابن العربي: وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه. الكلام ده مش صحيح، لأن إن النهاية إن النصر للمؤمنين يوم القيامة، يقول ده ما فيش فائدة في ذلك، إزاي ده هو أساس هم يعني همة المؤمنين، هو العمل على النصر عند الله عز وجل في الآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول: وسببه توهم من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى أوله، يعني قوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة، وذلك يسقط فائدته، أو يكون تكرار هذا معنى، أو يكون تكرار هذا معنى كلامه. وده ليس صحيحا، لأن إذا الله يحكم بينكم يوم القيامة وسوف ينصركم أيها المؤمنون، إيه عدم الفائدة؟ الحكم بينه عز وجل أنه لصالح أهل الإيمان والنصر لهم. وقيل المعنى أن الله لا يجعل الكافرين سبيلا على المؤمنين، يمحو به دولتهم بالكلية ويذهب أثرهم ويستبيح بيضتهم، كما يفيده الحديث الصحيح الثابت في الصحيح. وهذا معنى صحيح أيضا، أن تسلط الكفار على المسلمين أحيانا لا يستمر ولا يزول بحيث يضمحل الحق، ولو تسلطوا جزئيا في وقت من الأوقات، ولو كانت القوة متفاوتة تفاوتا هائلا، كما كانت في فترة الاستضعاف بمكة، ومع ذلك فالحق يبقى قويا ظاهرا بالحجة، ولا يزول بالكلية من جهة القوة. يقصد بالحديث الذي رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب والفضة، أو كنز كسرى وخيسر، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة،
وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتي كأن لا أهلكهم بسنة عامة، قحط عام، يعني لو كان قحط في بلد أخرى يظل فيها الخير والرخاء. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذه الرواية تحتمل أن يكون وإنما الذي يقع أن يستبيح بعضهم إهلاك بعض ويسبي بعضهم بعضا، وأما العدو فلا يتسلط بهذه الطريقة، يعني لا يتسلط تسلطا عاما في الأرض كلها. والمعنى الثاني أنهم أن حتى للغاية، بمعنى لن يسلط الله عليهم عدوهم إلا إذا أهلك بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، فعند ذلك يسلط الله عليهم عدوهم يستبيح بيضتهم. والأول أصح من جهة أن الأمة لا يضيع منها الحق بالكلية، بمعنى لو هزمت في بلد، يعني كانت بتتخذ منها الأندلس وتسقط غرناطة ويفتن المسلمون عن دينهم ويقتل من بقي منهم ويعذب أشد أنواع التعذيب، وضاعت معالم الإسلام من الأندلس بالكلية منذ 500 سنة، الذي في نفس الوقت كان المسلمون يفتتحون قسطنطينية، يعني فهذا الأمر لن ينعدم الحق بالكلية بالقوة في مكان ما، ولو وقع منهم استباحة بعضهم دماء بعض وسبي بعضهم بعضا. وإلا فالكلام ده حاصل من أيام من بعد يعني من أيام الخلافة الراشدة، وقع تقاتل بين المسلمين، ووقع بعد ذلك ما هو أشد يعني من يعني الحكام الظلمة ومن الخروج الدولة العباسية على الدولة الأموية، وما حدث من خروج بعضهم على بعض داخل الدولة العباسية إلى أن ضعفت جدا، ثم سلط الله عز وجل عليهم على جزء من أجزائهم الصليبيين، وبقي من يعني لا يزال في عزة الدين إلى أن حرروا القدس، ثم سلط الله على جزء آخر التتار، وبقي جزء حرروا بلاد المسلمين من التتار، بل غلبوا التتار ودخل التتار في الإسلام. وحتى الاستعمار الغربي، الاحتلال الغربي الذي احتل معظم البلاد، لكن بقيت على الأقل الجزيرة العربية ليست تحت سلطان الأعداء، وأيضا بعض البلاد كأفغانستان لم يدخلوا تحت الاحتلال. ويعني حين وقعت بعض أجزائها تحت الاحتلال بقيت أجزاء أخرى. الغرض المقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون عن هذا الدين، في رواية مسلم يقاتلون عن هذا الدين، يبقى العصابة دي عصابة ايه؟ طائفة منصورة بالقوة، وليس فقط ولكن ممكن تكون مساحتها في الأرض قليلة، يعني هي مكة أو المدينة يعني في حروب الردة لم يكن هناك في الأرض إلا 3 قرى فقط، مكة والمدينة وجوافة في البحرين، والباقي كله لم يعد للمسلمين سلطان ثم تحول ذلك. المهم أن الحق لا يزول بالكلية، حجة وقوة، ظهور الحجة والبيان حاصل ولو المسلمون مستضعفون، وظهور القوة حاصل لطائفة ولو قلت المساحة التي تحكمها، لكن لن يتسلط العدو بحيث يغير الدين كما وقع ذلك لليهود والنصارى، إن يجي عدو يحتل كل بلاد الأمة ويتمكن من إذهاب
كتابها وسنة نبيها، لدرجة ان اليهود بيحكوا عن سبي بابل وبختنصر لم توجد نسخة من التوراة. وبعدين بيخترعوا بقى ان عزير نام او مات صحي لقى نفسه حافظ التوراة، يعني هم يقرون بانقطاع الاسناد. والاناجيل طبعا اسوأ من ذلك، لان 300 سنة من تسلط الرومان، الاضطهاد الفظيع الذي لم يجعل هناك انجيلا واحدا موجودا، وانما متناثرات في كل مكان. يعني هم عندهم نص ان المسيح قال توبوا الى الله وامنوا بالانجيل، وهم اعتقدهم في الانجيل انه كانش موجود ايام المسيح، وانما كتب بعد صعوده الى السماء. طب ازاي وهو بيقول لهم توبوا الى الله وامنوا بالانجيل؟ يبقى في حاجه بيطالبهم بيها الناس دي، يبقى كانت حاجه موجوده. لكن الانجيل ده مش هو اللي بيجي بعد كده، ده من سنه 15 يعني بعد رفع المسيح، يعني 15 عاما الى 60 عاما، مع اختلاف طبعا في هذا الباب، يعني عندهم في تواريخ كتابه الاناجيل ومين اللي كتبها واللغه اللي كتبت بيها، ولا يعرفون شيئا من ذلك، وكلها ظنون واحتمالات، وكل بعضهم يكذب بعضهم بعضا. ولما دخل قسطنطين في النصرانية كان في ساعتها 70 انجيل، اختاروا منها 4 واعتبروها هي الايه؟ الكتاب المقدس. يعني تخيلوا كده اللي بيقرر الكتاب المقدس مين؟ طائفة مختلف عليها، وبعدين بعد كده يخشوا يعملوا مجامع يدخلوا بعض الرسائل، رسائل الحواريين الى البلدان، يقوم يدخلوها في الكتاب المقدس. لكن ما هيش الاناجيل الاربعة بس، وبعض الطوائف تعتد ببعض الرسائل وبعضها ما تعتدش بعضها، وهكذا. فهذا لا يحدث في الأمة بفضل الله عز وجل، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يتسلط العدو هذا التسلط الذي يغير به الدين ويذهب به الحجة. لا تزال الحجة قائمة ومصادرها موجودة. نشوف كده بعد كل العمر الطويل ده ونلاقي ان اللي عايز يوصل للكتاب والسنة كما يعني كما نزل الكتاب وكما قيلت السنة، وتصحيح الأحاديث وفهمها السديد وتفسير السلف للآيات، كل ده موجود، أي حد يعرف يوصل له. كون بقى أن الناس كتير منهم لا يفعلون ذلك ويرضون بالتحريف الذي حدث والتبديل والعلوم الأجنبية عن الكتاب والسنة، ده اختيارهم هم بقى. لما يجي أن يقولوا أن يدخلوا علم الكلام وعلوم التصوف الفلسفي والخرافي، ده هم والتقليد الأعمى، لكن مش هو ده اللي دين ربنا سبحانه وتعالى. وقيل إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين ما داموا عاملين بالحق. غير راضين بالباطل ولا تاركين للنهي عن المنكر، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ده أحد وجوه تفسير حديث حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، إن هم إذا كانوا بدأوا يستحلوا دماءهم وأعراضهم يبقى هنا سيسلط الله عليهم عدوهم. ها؟ احنا رجحنا مش هو ده، احنا رجحنا انه حتى لو حصل ان يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا مش هيضيع الحق بالكلية. احنا قلنا حتى هنا معناها هذا الذي يكون مما دعوت بتركه، يعني لن تستباح بيضتهم ولكن يستبيح بعضهم بعضا. طب هنقول
على التفسير ده. طب ما انتوا ازاي ما في بلاد استبيحت بيضاتها بس ما استبيحتش كل بيضات بلاد المسلمين، بس بقي الحق موجودا في المسلمين؟ معنا كده؟ يعني احنا موافقين على ان ما اصاب المسلمين فبما كسبت ايديهم وبعدم عملهم بالحق، بس احنا بنقول لابد من الاستثناء بان الحق ما يضيعش، ده حتى وهم مغلوبين الحجة قائمة. وزي ما شايفين كده، ما المسلمين بقالهم يعني على الاقل 100 سنة ولا توجد دولة تنسب انها مسؤولة عن المسلمين، بتقول ان دولة الخلافة، لا ده هو ما فيش عندهم، كل دولة بتقول احنا ايه مسؤولين عن بلدنا. ومع ذلك المسلمون الحجة في بلادهم قائمة، رغم ان كثير من هذه البلدان البدع ظاهرة عليهم. يعني هتلاقي صوفية ومقلدين وشيعة وإباضية، ومع ذلك تجد أهل السنة موجودون لأن الحجة قائمة. خلاصة الأمر أن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، يشمل معنيين. معنى العلم والبيان، وهذا حق وثابت، ولذلك قالوا وهم أهل العلم إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ومعنى ظهور القوة بحيث لا يفقد من المسلمين كل بلادهم، بل لا زال تبقى بعض البلاد يظهر فيها طائفة تقاتل عن الإسلام، وبالتالي تبقى معظمات الإسلام من الكتاب والسنة والأئمة من الصحابة فمن بعدهم ظاهرة في هذه البقعة. يبقى الظهور ظهوران، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يمحو الظهورين، بل لا يزال هناك من يظهر الحق ويعمل به ومن يقاتل عليه ويظهره بالقوة. ايه اللي يحصل؟ ان تقل وتزيد حتى يصير يعود الإسلام غريبا كما بدأ، إذا قلت ثم تعود بعد ذلك فتتسع. وقيل لا يجعل الله تعالى لهم عليهم سبيلا شرعا، فإن ورد فبخلاف الشرع، وده معنى صحيح بلا شك، وإنه احتج به ابن المنذر بالآية وقال لا نزاع وأجمع المسلمون على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. قال فإن ولد بخلاف الشرع فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة. هذا خلاصة ما قاله أهل العلم في هذه الآية. يبقى الفائدة في هذه المسألة مهمة جدا، إن لا ولاية للكافر على المسلم، ولا ولاية عامة ولا ولاية خاصة. ولاية خاصة في التزويج مثلا، ما ينفعش يبقى واحد كافر ولي لإيه؟ لمسلمة فيما يحتاج إليه. وكذلك في الحكم والقضاء، لا يجوز أن يكون القاضي الكافر له إيه؟ سلطة إنفاذ الأحكام بين أهل الإسلام، ولا أن يحكم فيهم بأحكام يعني ما يهواه، لا يكون هذا شرعا. ممكن يحصل يوجد، ولكن هذا ليس إيه؟ ليس مشروعا، لأن هذا من السبيل على المسلمين. ها؟ يحكم الشرع منين؟ هو يعرفه؟ ما هو ده بناء بيرد له برضه الامر، ما هو اللي بيقدره فلان. القانون ده موجود، ينفع من القانون من غير قاضي؟ لان القاضي هو اللي بيفهم القانون بيفسره،
وذاك بيختلفهم وذاك بيعمل استئناف وبيعمل نقض لان هم فهمهم للقانون ايه، فلا يسلط كافر على ذلك اصلا، لو سلط فهذا مخالف ليه؟ لشرع الله عز وجل. نعم، مجلس الشعب الجزء بلا شك ان انه لا ولاية شرعا لكفار وجهال على المسلمين، ما في الجزء الوحيد اللي هيبقى موافق هو ما يوافق الشرع بالرد الى العلماء، لان هم بيقولوا لابد وان يكون موافقا للشريعة، فالجزء اللي هيترد به للشريعة حتى لو كان هيرد لعلماء ازهر وبعضهم قد يكون مبتدعا يخالف، بس في الحقيقة برضو هنقول اللي سن مما يخالف الشرع متفقا عليه مجمعا عليه يبقى باطل قطعا، ده اللي مقرر في الدستور. لكن ان الواقع بيحصل يبقى مخالف للشرع، لكن مش هنقول انه له ولاية مع الجهل ومع وجود الكفر. طب الامر ده للمجموع ولا لكل واحد؟ الظاهر ان الولاية للمجموع، وإذا كانت الأغلبية أهل إسلام وعلم يبقى ده هيبقى شرعي، وإذا كانوا حتى مش أهل علم لكن يردون أمرهم لأهل العلم هيكون مشروع، لكن إذا لم يوجد ذلك يبقى القانون اللي هيطلعه باطل. إذا سنوا ما يخالف الشرع يقع باطلا، ده حتى الدستور بينص على كده ولكن الواقع بيتنفذ غير كده. واقف من اهل الاسلام موجودين، الدول اللي هي مستقلة وظاهرة. صعب شوية دول تقيم الشريعة، اللي بيقيموا الشرع وظاهرين. قال وهي صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل كعدم إرث الكافر من المسلم، وده واجعاهم قوي في قانون الأحوال الشخصية، عايزين يغيروها، غيروها في تونس وعايزين يغيروها هنا. عدم اعتبار مخالفة الدين مانعا من الإرث ومانعا من الزواج. طبعا دي في الحقيقة كده إن المسلمة لا يكون لكافر عليها إيه سبيل، وده رد على زنادقة زماننا الذين ينقلون أن المسلمة في بلاد الكفر تبقى في بيتها مع زوجها الكافر. توكر كرمان كتب البوست كده بتقول ما تسيبوكم الفقهاء اللي ما بيفهموش، ده دول ده هي رأس تقول كلام كفر كتير. توكر كرمان دي الفتوى الباطلة دي بتاعت يوسف القرضاوي. ها؟ انها تبقى مع زوجها. طب ربنا بيقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، اجماع العلماء بان اسلام المرأة يفسخ نكاحها من الكافر، يهودي او نصراني او ملحد، بلا نزاع في ذلك. الناس دي من كتر قبول الباطل اعماها الله عن الحق عن نصوص القرآن. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، بكل انواع الكفار، مش كتابي ولا غير كتابي، حتى هم حافظين. لما راح شيخ الازهر في المانيا قالوا له ازاي انتم بتقولوا ان المسلمه ينفع مسلم يتجوز يهوديه او نصرانيه وما يجوزش المسلمه انها تتجوز، فيها كده عدم مساواه. قال لهم ان المسلم يؤمن بنبيها والكافر لا يؤمن بايه؟ بنبيها. ما يعني جواب لا بأس، ولكن هو بلا شك انه لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وان القوامة للرجل، وبالتالي لن يكون ذلك ايه؟ في ان تكون المسلمة تحت كافر، وهذا باجماع العلماء. وكذلك اذا تسلط الكفار على بلاد من بلاد المسلمين او بلادهم هم
وكان المسلمون موجودين في هذه البلاد فلا ولاية لهم عليهم. مش بقى الأفكار الخبيثة اللي موجودة اللي تلاقيها بعض السياسيين وأحيانا ناس منتسبين للشرع بيطلعها، بأن أنت إذا كنت في بلد فأنت ملزم بالقوانين التي تكون في ذلك البلد. لما يلزمناش شرعا، أنا غير ملزم، لو عرفت أهرب منها أهرب منها، ولو كنت داخل بأمان. لا، هذا ليس سلطانا، لا يجوز أن يكون سلطانا شرعيا وأقول كده أنت خالفت الشرع عندك. علشان إيه؟ عشان خالفت القوانين. القوانين دي توافق الشرع ولا تخالفه؟ يعني واحد راح بلاد الغرب وممنوع عندهم يتجوز اتنين، لو اتجوز واحدة تانية سرا يأثم؟ لا طبعا. عند أهل الضلال دول إنه كده بقى لا يجوز له عشان خالف القوانين. هذه فايدة من فوائد ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن هم ما لهمش سبيل علينا. يبقى هم لما يشرعوا بتحريم التعدد يبقى باطل. ولذلك لو فرضوا علينا في بلادنا من خلال الزنادقة وأهل الضلال منع التعدد يبقى باطل برضه، لأن هذا لا يقوله مسلم ولا عالم إن هو يمنع التعدد زي ما بيطالبوا به في المجلس القومي للمرأة، وإن التعدد يكون بيد القاضي بعد أن ينظر في استيفاء الشروط. وانت مالك؟ هو استيفاء الشروط دي انت الشروط هو شرط العدل، فإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة، وده شرط في نفس الإنسان، يخاف أن يعدل ولا يخاف ألا يعدل ولا يظن أن يعدل، ده رد إلى ظن الإنسان في نفسه. وليس ولو هو ما عدلش يبقى المرأة تروح تطلب الطلاق، مش ان تقول له ما تجوزش ابتداء الا ايه الا بذلك، فضلا ان هو يقول له لابد وان ترجع الى المرأة الاولى ويتأكد القاضي اولا قبل ان يأذن له في الزواج، بان هي راضية وموافقة وعلمت ولم تطلب الطلاق. سبحان الله، ما أنزل الله بهذا من سلطان. يخش بقى يخترعهم ويقولهم من حق الحاكم أن يقيد المباح. القاعدة دي من أسوأ ما طبق بهذه الطريقة. من هو حاكم اللي يقيد المباح؟ الحاكم العالم العادل الخليفة الراشد الذي يقيد المباح الذي يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم، وليس أن الخليفة العادل الراشد له أن يقيد المباح لما يراه هو أو لمصلحته هو أو لمصلحة يراها هو. ولذلك لما العلماء العدول الخلفاء الراشدون لما منعوا من متعة الحج قام عليهم في ذلك كعلماء الصحابة، يعني عمران بن حصين بيقول فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال رجل برأيه ما شاء. ولما فعل لما استمر عثمان على ذلك النهي عن متعة الحج فقال له علي ما تعمد إلى أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به حتى تنهى عنه لأهلن بهما جميعا، وراح جاي يهل بالايه؟ بالعمرة والحج علشان يرد على عثمان رضي الله عنه، وهو من دور الخلفاء الراشدين باجتهاد. لكن لما صح الدليل خلاص، فما بالك بقى باللي ما لهمش في الموضوع اصلا، ليس لهم علم ولا عدل. يبقى دول نقول لهم، يبقى كانك انت لما يعني تاتي لواحد ظالم وتفتح له ابواب الرخص في الدماء بأدلة، من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم، وتقول لها وتقولها لواحد زي الحجاج، يبقى أنت إيه؟ بتضع القلائد في رقاب الخنازير كما في الإنجيل. يبقى أنت بتحط الأشياء في غير موضعها، تفتح له الباب، تجيب له قول من المالكية يجوز قتل الثلث لاستصلاح الثلثين،
وبعدين ده قول باطل اصلا، لكن وموازنة غلط وعمرها ما تحصل. ولكن يسمع هو الكلام ده يقول لك ايه، ده نقتل 2003، ده نقتل 100 مليون، ده اذا كان الثلث يعني احنا كم، احنا 110 مليون، يبقى نموت 35، يبقى ده جائز شرعا. حد عاقل يقول هذا الكلام؟ ومع ذلك موجود في الكتب. لذلك بنقول الكلام ده ما ينفعش. القاعدة دي مش كلام ربنا، اللي هي اللي من حق الحاكم تقييد المباح، ده توسع شديد جدا، وهي اصلا ما اتطبقتش الا في مواطن معينة، اللي هي زي منع المطلق ثلاثا من مراجعة زوجته، وده اللي فعله عمر رضي الله عنه، وده اللي احنا بنقول به فعلا يمكن ان يمنع من ذلك، ليمنع من ايقاع الطلاق الثلاث. طب واذا لقينا ان الامر ده ما بيمنعش ويؤدي الى تعطيل حقوق الاولاد والازواج والزوجات، يبقى ما تلزمناش الفتوى في هذا الوقت. يبقى الاصل الحكم اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافه عمر يجعلون طلاق الثلاث واحده، حديث ابن عباس في مسلم. لكن ابن عمر رضي الله عنه قال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناه، فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. هو امضاه، هو في الحقيقه بمعنى انت الزمت نفسك بان هم ثلاثه، هنلزمك بان هم ثلاثه، مش هنقبل رجوعك، عشان الناس لما تعرف كده تتوقف عن ايقاع طلاق الثلاث الذي هو خلاف ما شرع الله عز وجل. رجعنا بقى ونقول ان عدم تملك، عدم ارث الكافر من المسلم، عدم زواج الكافر من المسلمه، عدم ولايه الكافر على بنته المسلمه او اخته المسلمه، عدم صحه ولايه الحاكم الكافر على المسلمين، وكل ما يأمر به لا يلزمه شرعا حتى لو كان أمرا واقعا. قال وعدم تملكه مال المسلم إذا استولى عليه. الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين إمتى نقول إنها صارت أموال كفار؟ إذا أخذناها نحن فهي غنيمة تخمس، ولا ينظر هل لها مالك من المسلمين أم لا. دي بعض الفروق اللي ذكرها بعض العلماء بين دار الكفر ودار الإسلام، الفوائد من تحديد أن هذه دار كفر ولا دار إسلام. فقالوا ما أخذه الكفار من أموال المسلمين فوصلوا به إلى دارهم إلى دار الكفر فهذا صار ملكا لهم، مسقطا لملكية المسلم عنه، بحيث إذا وجد بعد ذلك عند المسلمين فقد صار حقا للغانمين كسائر أموال الكفار. ده قول بعض العلماء، بيقولوا إذا وصل لدار الكفر ووصل إلى ديارهم يبقى بتاعهم خلاص، لو احنا خدناهم تاني يبقى ايه، يبقى غنيمة. وقول تاني بيقول لا يملكون علينا شيئا، وحديث فرس ابن عمر وفرت بها المرأة على اي الاحوال. النقد بتاعت مين؟ انا اقصد انها لما رجعت تاني المسلمين بقت بتاعت مين؟ بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. والفرس اللي لقوه بتاع ابن عمر رجعوه لابن عمر بعد ما كان خدوه الروم، فده دليل يرجح الاصل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. انت خدت فلوسي غصب عني تبقى شرعا بتاعتك؟ لا مش بتاعتك، ده هي ما زالت بتاعتي حتى لو في ايدك. فلو انا خدتها في يوم من الايام، سواء بقى كانت في دار الكفر ولا في دار الاسلام، هما التانيين بيقولوا اللي يوصل لدار الكفر يبقى بتاعهم، واللي يستنى لسه في السكه او في دار الاسلام هم خدوه مننا اهو بس لسه ما نقلوهوش يبقى بتاعنا، يبقى الملكيه ما زالت للمسلمين. بناء عليه انا ينفع اتعامل ببيع وشراء على حاجه بتاعت المسلمين؟
الكفار خدوها؟ لا، لأنها على ملك مين؟ على ملك المسلمين، لأن الله لا يجعل للكافرين ولا يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. يبقى أنا مش هقول بتملك الكافر أي مال للمسلمين ولو بعد قرون ولو نهبوها. طبعا إنه لا فرق بين ما دخل ديارهم وما لم يدخل، وإنها لا زالت على ملك المسلم ما أن نظهر عليه على هذا المال نرده إلى صاحبه إن علم، وإلا كان كسائر الأموال المفقودة. ده اللي احنا عرفناه، اللي ما عرفناهوش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالظبط، اهو من ضمن الحاجات بيوت الفلسطينيين وارضهم ومزارعهم اللي اليهود خدوها منهم، احنا ينفع نقر بانها بقت بتاعت اليهود؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ها؟ لا، بيع ده لا، البيع ده يجوز. خلاص ماشي، باع لكافر يجوز ان يبيع له، لكن مش كل المسلمين باعوا. لكن دايما انت عمال تشوف هو قرارات بهدم بيوت، واخبارك ويتم الحاجات دي بتاعتنا. ها؟ ليه؟ كانت سيطرة طبعا، كانت اخذ بالقوة. هي اسرائيل قامت بالقوة، ذكريات طبعا 15 مايو ذكرى قيام دولة اسرائيل ورفع الاعلام اللي بيرفعوها عشان يقولوا احنا موجودين. في الحقيقه اكثر ما اخذوه ما بداوا بالبيع، من اول وعد بلفور بالشراء من المسلمين، لكن الاغلب الاعم كان في يوم 15 مايو دول العصابات بتاعتهم كانوا قبل كده بيعملوا حاجات محدوده، يروحوا دير ياسين ويقتلوا الناس قتل فظيع، الناس تهرب وهم يروحوا جايين واخدين ايه بلادهم. بس 15 مايو 48 راحوا جايين داخلين واعلنوا حدود معينه وقالوا دي بتاعتنا، وبعدين بيخرجوا المسلمين بيها بقى تدريجيا لغايه ما بعض البلاد اللي هي في دائره 48 ما بقاش فيها مسلمين وكلهم بقوا يهود، وانشاوا اراضي جديده على مدن جديده على ارض صحراويه مثلا، والارض دي بتاعت مين؟ بتاعت المسلمين. يبقى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من ضمن الحاجات اللي مزعلاهم قوي قوي موضوع المفاتيح. الجيل الرابع دلوقتي، احنا المسلمين كتير منهم خرج سنه 48 فلسطينيين، وهم خارجين خدوا المفتاح بتاع بيتهم من سنه 48 لغايه دلوقتي، ده اللي موجود دلوقتي رابع جيل وبيورث للخامس، ماشي كده؟ ما انا سنة 48 ده كان ايه؟ كان ابويا وامي لسه يمكن لسه متجوزين، لكن ما كانوش لسه خلفوا. ساعة ما قامت دولة التسعين ما كانش لسه حد جه. ماشي؟ فالجيل اللي قبل ده هم اللي كانوا مشيوا سنة 48، اللي بالنسبة لكم بقى الجيل بتاع الأجداد، وبعدين والجيل اللي الشباب دلوقتي يبقى الثالث والرابع. فهم واخدين المفاتيح معاهم لما لغايه ما راحوا في الخليج، وراحوا في لبنان، وراحوا في امريكا، ومعاهم مفاتيح الايه؟ البيت اللي هو اتهد واتبنى مكانه حاجات ثانيه ومستوطنات وغيره، بس هم بيقولوا حق العوده. ماشي كده؟ فبيقولوا مش معقول انتوا تكلموا اللي بتعملوه تفضلوا معلقين المفتاح في عنق الاولاد الصغيرين. هم بيعلقوه في عنقهم مش تبركا، بس عشان الاولاد دول يعرفوا ان احنا لنا بيت هناك وده المفتاح بتاعه. فدي متغاظين جدا، لا لازم تحلوا المشكله دي، مش تفضلوش تورثوا للاولاد ان لهم بيت. فاحنا بنقول لا، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هم المسلمين دلوقتي ناسين الاندلس صحيح؟ ما نعرفش مين اللي كان في الاندلس وضاعت منه عشان ما فيش مفاتيح، لكن هي دي بلادنا فعلا وأثرنا بين فيها.
دي بلادنا، دي المساجد موجودة لغاية دلوقتي، بقت كنائس وقصور عليها الآيات والأحاديث والآثار الإسلامية بتاعتنا والله، ولا حد يملك ان هو ياخدها. يقول لك ما انتوا خدتوها مننا، وانت فكرتك الغبية، احنا خدناها دي بتاعت ربنا، لما خدناها خدناها باسم الدين، لان احنا لنا السبيل على الايه؟ على الكفار وعلى ارضهم، لان دي ارض ربنا نقيم فيها عبادة ربنا، احنا ظهورنا عليها بيؤدي الى ظهور التوحيد، وظهوركم انتم الى ظهور الشرك والكفر. ولذلك في فرق بين الاستيلائين، استيلاء المسلمين على بلاد الكفار اعلاء لدين الله، وعودة الارض الى اصل ما خلقت من اجله. استيلاء الكفار على بلاد المسلمين وان كان واقعا الا انه ليس شرعيا، ولازم نحفظ ولادنا ان احنا لنا بلاد متخذة، وانها يؤمسرها في يوم لما هترجع، ولا يجعل الله للكافرين شرعا على المؤمنين سبيلا. صح، ندفع قدر الله المكروه بقدر الله المشروع المحبوب. وده يدل على بطلان ما ينقل عن بعض المشايخ، ما ادري ما صحته، ان الكافر، طبعا المداخله بيقولوا الكلام ده بوضوح، وان الكافر اذا كان هو المتسلط فهو ولي امر المسلمين، والعياذ بالله. نقلوا لي مرة هذا النقل من بعض من شرح صحيح مسلم للشيخ العثيمين، وأظنه خطأ من يعني قائليه أو سبق لسان أو سبق قلم اللي بيفرغوا للشرايط، أو حتى لو الشيخ قال كده إن الكافر يبقى ولي أمره إيه؟ المسلم. الأمر الواقعي ما عارفين إن هو المتولي الأمر، لكن ده بنتكلم على الشرعي. لما كان الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله جه سنة 86 هنا، فسألوه عن حديث من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية، فقال أنا سئلت هذا السؤال في المغرب، فقلت لهم أنتم في أعناقكم بيعة للملك الحسن الثاني. عايز يقول للناس إن أنتوا عليكم بيعة في أعناقكم بيعة الحسني مبارك، وإن لم يصرح بها سنة 86. فقلت له بيني وبينه بقى، قلت له يا فضيلة الشيخ إزاي نقول الكلام ده والناس دول يعني عندهم من محاربة الدين ما عندهم؟ قال لي هذا سؤال حرام أن يسأل على الناس عامة. أنت عايزني أقول للناس إن أنتوا ليس في أعناقكم بيعة لهؤلاء فيخرجون فيقتلون؟ قلت له طب ما يلزمناش الكلام ده يا شيخ. قال لي أنا أتكلم عن الواقع، ان ده حاصل فعليا، ان انتم ملزمين غصبا عنكم، منقادين غصبا عنكم. قلت له بس الحديث بيتكلم عن الحكم الشرعي، والراجل بيسأل عن الحكم الشرعي مش عن الامر الواقعي اللي الناس كلها عارفاه. قال لي هذا ما وقع في نفسي ساعتها، ولكن يعني ها لا، هو ما كانش قصده في الاول الكلام ده، عشان بقول لحضرتك الكلام ده ممكن يتنقل عن بعض المشايخ وهو يكون قصده اثبات الواقع مش اثبات الشرعي. ولذلك ده خطر كبير جدا، ازاي اصلا المسلمين تبقى في عنقهم بيعة لمن يحارب الدين ولمن يعني بلاش يضيعوا. ايوه بس لا يقوموا به، لابد ان هو البيعة دي عشان تقيموا الدين. يبقى نقول للناس ان انتوا عاجزين عن البيعة لمن يقيم الدين، لانه لابد من شوكة، وإذا ما كانش في شوكة يبقى دي مش بيعة شرعية، لكن ده أمر واقع. نقول للناس كده حاجة مهمة، مش أنا بتعبد بأني في عنقي بيعة لمن لا يقيم الدين. فاكرين أيام مرسي لما قعدوا يقولوا بيعة وأنتوا خنتم وأقنقضتم؟ على فكرة أنا متفق معهم من قبلها على أن أنتم مع خيرة الشاطر ومع كان اسمه ياسين ومحمود غزلان، لما بنتفق بعد ما خسر ابو الفتوح واصبحت الموضوع يا شفيق ايه يا مرسي، فقلنا بنتفق بقى على ان احنا هنأيد الدكتور مرسي، عايزين قواعد وضوابط، اتفقنا على حاجات كلها اتهدت ما نفذوش منها ولا حاجه، اللي من ضمنها ان القرارات المصيريه لابد فيها من ايه؟ من شراكه، وان مفيش حاجه ويبقى في لجنه
اسمها لجنة رباعية، أربعة من عندنا وأربعة من عندهم، تعرض عليها الايه المسائل ذات الأهمية. دول ما قعدوش معانا، ما اجتمعتش خالص اللجنة دي، بمجرد ما نجح الدكتور مرسي ما قعدوش أصلا ولا مرة. لما اتزنقوا في أيام الدستور وأيام مجلس النواب لما اتحل والانتخابات قربت، الدكتور مرسي عمل اجتماع كده برضو للي احنا قايلين لهم ما تعملوش كده، اللي هم ايه يجمع 70-80 واحد. وهو كان عارف ان احنا متفقين مش هندخل حد، بصهم ما حدش له وزن غير الاخوان على ارض الواقع، غير الاخوان والدعوه السلفيه. حتى ايام جمعه الشريعه الشرعيه كان قاعد بتوع الجماعه الاسلاميه طارق الزمر ومش عارف مين وكمان، وهم كانوا عايزين يعملوا المظاهره بتاعت الشريعه الشرعيه دي اللي كانت 1/12 وسط ميدان التحرير، اللي كان فيه مين؟ معتصمين العيال بتوع ابريل وغيرهم من الليبراليين في نفس اليوم، وكان هم مستعدين. وخيرت الشاطر قال للاخوه اللي رايحين يتفاوضوا على التفاصيل، احنا هنروح نقتحم الميدان ونسيطر عليه بمش عارف بعدد قد ايه من شباب الاخوان من كمان. فالاخ اللي من عندنا قال له حضرتك احنا ضعاف قوي قدام الدم، ولو حصل كده مش هتلاقونا. فقال طبعا هستشير فضيلة المرشد. راح جاي اتصل وقال له انزلوا على رأي اخوانكم السلفيين. راح جاي قايل في القعدة احنا هنا اخواننا، معلش الوزن الحقيقي بيعتزل اللي بتوع الجماعة الاسلامية للاخوان والدعوة السلفية، فاذا اتفقنا على حاجة فحضراتكم مش حدش هيعترض. وغيروا البتاعة، انا فاكر كنت ساعتها كنا قايلين الاخوة قولوا كده، واتصلت بيه واحنا في لجنة المئة، وساعتها ايه كان عصام العلم لسه بيقول احنا رايحين ميدان التحرير، قلت له لسه مكلم خيرت الشاطر وقال لي هنروح ميدان النهضة. قال لي بقى حاجة مش عارفها. المهم انا عايز اقول لكم ان كان الاتفاق بيننا وبينهم كان مهم قوي، الحتة القرارات المشتركة دي اللي هم نقضوها من الاول، وان وجودنا في اماكن محددة في الدولة مش عشان حاجة، علشان ما يتخذوش قرارات جنونية في الحقيقة، وهم طالما حسوا القوة بيتصرفوا بهذا الغباء وبيبوظوا الدنيا، وده اللي حصل. عشان كده قررنا احنا نبعد عنهم قبل 6 شهور من سقوطهم. المهم ان كان من ضمن الحاجات قلت لهم ايه، قلت لهم الدكتور مرسي لو نجح هيبقى رئيس الجمهورية وليس ولي امر شرعي، ده عقد بيننا وبينه على اوضاع معينة. خيرت الشرعي دي احنا بنقولش ولي امر شرعي، قلت له عشان ما تجيش تقول لي بايع ومش بايع بعد كده. قال لي ده انتوا اللي بتقولوا، السلفيين اللي بيقولوا. قلت له مش احنا، في ناس سلفيين تانيين دول بتوع القايل انتوا بتستغلوهم في الحقيقه يعني، بس ما تقولوش كده يعني، بس مش احنا اللي بنقول ولي امر شرعي. كانت خناقه بقى مع بعض المشايخ اللي من عندنا ايام محاولات هز الدعوه السلفيه من الداخل. الكلام ده بيدرس عندنا في الازهر في كتاب اسمه الثقافه الاسلاميه، بيشير فيه للدعوه السلفيه بجانب طيب في مساله البيعه والهجره ومساله الامام ورفع المنكر ومسائل السلفيه. ابقى وروني. المهم ان احنا الموضوع ده كنا نصين عليه، ده عقد بيننا وبين رئيس الدولة. احنا زي واحد لسه مكلمني في التليفون يقول لي لو ما قلناش رئيس امر ولي امر شرعي يبقى يجب الخروج. قلت له يا ابني دي مسائل تانية. قال لي ده وبعدين سمعت الشيخ بيقول اذا ما كفرناهوش يبقى ولي امر شرعي. قلت له دول 3 مسائل ما تلخبطش بينهم. مسألة التكفير دي مسألة، ماشي كده، ومسألة ولاية الامر دي مسألة، ومسألة الخروج دي مسألة، ماشي كده، مش لازم كل واحدة يترتب عليها. هو لو كان حكمنا بكفره قلنا ده كافر خارج من الملة والخروج، وتبقى تسقط ولايته بالتأكيد، ده لو كانت له ولاية، ماشي، ولكن الخروج برضو يجب اذا كان مقدورا عليه من غير مفسدة اعظم. يبقى ممكن نقول للناس لو خرجتم هيترتب على ذلك ايه مفسدة. يعني احنا كنا ننصح الاخوة اللي في الصين اللي هم كانوا 10-15 نفر اللي مسكوا السلاح وصوروا نفسهم بالسلاح عشان يحرروا اقليم الايجور، ان هم يحاربوا جيش قوامه 1,000,000 رجل
وعنده قوة نووية وعنده بطش لا يحتمل ان هم يبدأوا حرب في اقليم الايجور تركستان الشرقية سابقا، ولا كنا نقول لهم ايه؟ نقول لهم لا اصبروا وحافظوا على القدر بتاع العبادة والمعاملة الحلال وعفة الفروج وربوا ولادكم على الاسلام، خلي العشرة مليون الموجودين دول يبقوا 20 ويفضلوا هم يتكثروا ولغاية ما ربنا يضعف الدولة دي. لكن ان انت تبقى مع ان دول كفار ايه؟ ملحدين شيوعيين اكفر الكفرة، بس هم من اظلم الظلمة، اشد من اليهود بكتير في الظلم والعدوان. لما دول بدأوا اعداد لقتال كده بيلمح بس ويصور نفسه، اول حاجة بيصور نفسه ايه؟ معاه مدفع رشاش، خلاص احتلال بقى يعني عنصري فظيع جدا. مليون واحد من العشرة بقوا في السجون معتقل، في عمليات غسيل أدمغة، ممنوع صلاة، ممنوع قرآن، ممنوع امتناع عن لحم خنزير، تاكل الميت غصب عنك. مراته اللي هم خدوها اللي خدوه جوزها يروح يبعتوا واحد من القوميات التانية الصينية يقعد معهم في البيت يعاشر المرأة ويعاشر بنتها، ولا حول ولا. يبقى انتوا عملتوا ايه؟ يبقى الخروج مش لازم ان انت عشان تقولت ده كافر يبقى الخروج عليه ايه؟ واجب مع عدم القدرة، مع وجود مفسدة اعظم، وانت مش هتخرج تغير، ده انت هتخرج تفسد على المسلمين، ماشي كده؟ لكن ده مش معناه ان هو بقى ولي امر شرعي معنا. يبقى في فرق بين اثبات انه مسلم ولا كافر، في فرق مسألة ممكن نقولش عليه كافر بس مش ولي امر شرعي، مسلم اه بس هو مش قائم بالدين، والعقد اللي بيننا وبينه كان عقد على رئاسة الجمهورية مش على ولاية الامر الشرعي، لان انا عارف انه مش هيطبق الامر ده. هو بيقولك انا ماليش دعوة بقدر انه يصلي ولا ما يصليش ولا يؤمن ولا ما يؤمنش، مش كده؟ مش هو ده ولي الامر الشرعي. ولي الامر الشرعي بيدور على ايه؟ على ان الناس تؤمن وتسلم وتحسن، على انه يتولى امر ديننا. ده في المقام الاول اقامة الدين وسياسة الدنيا بالايه؟ بالدين. وبقول لك طب مش ولي امر شرعي يبقى رئيس جمهورية؟ لا رئيس جمهورية. يبقى لما يقول لك ده رئيس جمهورية ولا ولي امر شرعي هقول له رئيس جمهورية. يعني مش ولي امر شرعي هقول له ولا الدستور ما فيهوش حاجة اسمها ولي امر شرعي. الدستور فيه اسمه ايه؟ رئيس جمهورية له وظيفة محددة وصلاحيات معينة. العقد ده احنا ملتزمين به، لان احنا عارفين ان احنا لا نقدر على غير ذلك، ولان مصلحتنا ومصلحة بلدنا ومجتمعنا ومسلمين اللي فيه وغيرهم ان يكون في نظام في البلد احسن ما تبوظ خالص، احسن ما الناس تقعد تتخانق زي ما طرابلس دلوقتي عمالين يقتلوا في بعض في الناس. ازمة جامدة جدا، الناس بتتخانق علشان ده حاول يخش الميليشيات هي المتحكمة، ولو ما عندكش ميليشيات ما تعرفش تخش، وممكن الميليشيات دي تقتل اللي خالفها وخلاص. فوضى خطر، حتى لو واحد في عنده ظلم او يترك ظلما يقع، حتى لو هو اللي عامله او مش هو اللي عامله او عنده بدع، لكن ده يكون اهون من الايه؟ من الفوضى. ده ما يثبتش ولايه امر شرعي، يثبت العقد اللي بيننا وبينه وعملنا ليه علشان درجه المصلحه الراجحه في ذلك، ولما لقيناها مش متحققه وبتحقق الضرر قلنا له يا عم سيبها يا عم. ده مين ده؟ الدكتور مرسي. هو ما عندوش شوكه، ما عندوش قوه، وتمسكه بيها هيؤدي الى انقسام خطير جدا في المجتمع. ايه المشكله ان انا اتنازل؟ انا مش نقضت البيعه، انا مش خنته، انا عامل معاه عقد على كده عشان يؤدي كده. معلوم انتوا ما نفذتوش كل اللي اتفقنا عليه عشان ما توصلوش للدرجه دي، ومع ذلك بنصحك واقول لك انت اللي ترجع. زعله جامد، وازاي والشرعيه واحنا مش عارف ايه، طب نعمل ايه؟ خلاص انتوا حرين، انا مش هساهم في هدمك، لكن لو انت اتهدمت ما تطلبنيش ان انا اتهدم معاك. عشان كده كنا 3-7 فين؟ مع في مشهد 3-7 ليه؟ علشان انت سقطت خلاص في الحقيقة وعجزت عن ان تقوم بالمهمة، وانا نصحتك ان انت اللي تعمل غير كده، وان انت اللي تتنازل، وما تنازلتش، ما تقوليش لازم اتقتل معاك واتهدم معاك، ما ينفعش.
كان يعتزل ده، هم يتمنوا اعتزال المشهد من غير خسائر بس خلاص مفيش فايده. زي الاخواني اللي كان بيقولوا لنا احنا على قدر خلاص كنتوا اعتزلوا المشهد. ما انا اعتزلنا ان انا ما زلتش مظاهرات مع في 30/6. ما هو انا ما نزلتش مظاهرات فعلا في 30/6، ومع ذلك لما انت سقطت خلاص يبقى لازم اتعامل مع الواقع الموجود. هو العلماء لما سقطت خلافه بني اميه ما تعاملوش مع ابي جعفر المنصور وقبليه ابو العباس السفاح، ولا تعاملوا خلاص ما دام هم اللي تسيطروا. انت يا سيدي عايز تخش معركه غير متكافئه ما تلزمنيش انا اخش معاك فيها، فضلا ان انا انت ما اقمتش الشرع في الحقيقه وعاجز عن ذلك، ما تبقاش ولي امر. انا عارف طبعا هو بيكذبوا طول عمرهم لغايه النهارده، لغايه النهارده بيكذبوا هم والاتباع بتوعهم اللي كانوا سلفيين في يوم الايام اللي اتمسحت دماغهم دماغتهم. هو نفسه قال كده شوية اخر شوية، قال ان الحزب النور تقدم بالبدر على المفاجاه اخر شوية. الآيات السابعة والثلاثون قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، نفي الحب كناية عن البغض، أو هو متضمن للبغض. قرأ الجمهور إلا من ظلم على البناء للمجهول، وقرأ زيد بن أسلم وابن أبي إسحاق والضحاك وابن عباس وابن جبير وعطاء بن السائب على البناء للمعلوم، وهو على القراءة الأولى استثناء متصل بتقدير مضاف محذوف إلا من جهر على من ظلم. هو مشكلها غلط، نعمل له ايه طيب؟ اذا كان هو بيشرح واحده اللي هي بناء للمعلوم يبقى ظلم. لا انا اللي اخطات. يقول هي على قراءه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، فيلوذ الجهر له بالسوء. على القراءه الاولى الا من ظلم استثناء متصل بتقدير مضاف محذوف، أي إلا جهر من ظلم، أو إلا من ظلم فيلوز له أن يجهر بالسوء. وقيل إنه على القراءة الأولى أيضا منقطع، أي لكن من ظلم فله أن يقول ظلمني فلان مثلا. هو الصحيح أنه على كده ليس منقطعا. واختلف أهل العلم في كيفية الجهر بالسوء الذي يجوز لمن ظلم، فقيل هو أن يدعو على من ظلمه، وقيل لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول فلان ظلمني أو هو ظالم ونحو ذلك، وقيل معناه إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو نحوه فهو مباح. والآية على هذا في الإكراه، يعني إلا من ظلم حتى يجهر بالسوء، إلا من أكره حتى أجهر بالسوء. مش هو ده الظاهر، الظاهر الأولاني. يقول كذا قال قطرب، قال ويجوز أن يكون على البدل، كأنه قال لا يحب الله إلا من ظلم، أي لا يحب الظالم بل يحب المظلوم. ليس صحيحا، ليس ظاهرا، هذا من أضعف الكلام. لماذا؟ لأن هناك مظلومين لا يحبهم الله، هناك مظلومون، هناك مظلومون كفار. الكافر يعني قد يظلم، يعني يقول شيرين ابو عقله مظلومه؟ اه مظلومه. ومشركه؟ اه مشركه. كافره، ولذلك لا يحبها الله. ظلموا انفسهم وان كانوا ظلموا قتلت ظلما. والظاهر من الايه انه يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه، ويؤيده الحديث الثابت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، هذه صحة الشيخ الألباني، هي في رواية تانية مطل الغني ظلم. لي يعني يلوي بحيث لا يقر بالحق، الواجد اللي عنده مال الغني ظلم يحل عرضه، يقول فلان أخذ مالي، فلان أكل مالي، فلان نصب علي، وعقوبته ممكن بقى بحبس وضرب ولجوء إلى الحاكم ليأخذ له حقه.
أما على القراءة الثانية إلا من ظلم، فالاستثناء منقطع، أي إلا من ظلم في فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول، في معنى النهي عن فعله والتوبيخ له. وقال قوم معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول، لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء. إلا من ظلم فإنه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو ظالم في ذلك. وهذا شأن كثير من الظلمة، فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من ظلموه وينالون من عرضه. الحق عندهم هو القوة، طالما أنا متمكن أفتري في المخالف. قال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى إلا من ظلم فقال سوءا، فإنه ينبغي إلا من ظلم فقال سوءا، بقوله ذلك صار ظالما، فإنه ينبغي أن يأخذوا على يديه. الصحيح على قراءتنا المشهورة: إلا من ظلم فيجوز أن يجهر بالسوء، أو إلا جهر من ظلم فإنه ليس مبغوضا عند الله. وعلى القراءة الأخرى: إلا من ظلم، أي فاجهروا له بالسوء، أي فإن الله لا يكره ولا أن يجهر له بالسوء، اللي هو أنت ظالم، أنت نصاب، أنت سرقت مالي. لكن ابن يهودية، ابن زانية، ده ظلم وعدوان. إن امرأته تفعل الفاحشة، ده ظلم وعدوان على شخص لم يظلم. وبعدين أنت بتقول السوء اللي عليه بقدر ما ظلم، لا تتهمه بغير ذلك. يعني ما يجوزش إنك تقول عليه زاني وهو كان سارق مثلا. اللي منهم ابناء متعة من الشيعة يبقى اسمه ابن متعة، اللي مش كده ما يبقاش كده، ما يتعممش الحكم عليهم عشان مش كلهم اولاد متعة. الآية 38: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سبق الكلام في الكلالة. إن امرؤ هلك، أي إن يهلك امرؤ أي أن يهلك امرؤ، يهلك بقى ولا إيه؟ هلك مات يعني، كما تقدم في قوله: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا ليس له ولد. المهم إن معناها إن امرؤ هلك يعني مات، ليس له ولد إما صفة لامرئ أو حال، ولا وجه لمنع من كونه حالا. والولد يطلق على الذكر والأنثى، واقتصر على عدم الولد هنا، مع أن عدم الوالد أيضا معتبر في الكلالة اتكالا على ظهور ذلك. لماذا؟ لأنه بإجماع المسلمين لا وراثة للإخوة مع الأب. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لعمر لما سأله عن الكلالة، قال: تكفيك آيات الصيف، اللي هي دي آية نزلت في فصل الصيف وتسمى آية الايه؟ الصيف، لأنها ظاهرة جدا في الكلالة، في بيان أنها ليس له والد ولا ايه؟ ولا ولد، رغم أن المنصوص إن امرؤ هلك ليس له ايه؟ ولد، ولكن ولا والد ليه؟ لأن زي ما قلنا إذا كان له والد يبقى لن يرث الإخوة مع ايه؟ مع أبيهم. تبقى زيها برضو.
وقيل المراد هنا بالولد الابن، وهو احد معنيه المشترك، لان البنت لا تسقط الاخت. هذا ليس صحيحا، هذا من دليل اخر. عدم سقوط الاخت بولود البنت من دليل اخر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة، وليس لان هذا كلالة. وله اخت فلها نصف ما ترك. يعني لو في بنتين وله اخت، هنطبق الايه ونقول دي كلاله يبقى الاخت لها النصف؟ لا، ده الاخت هتاخد الباقي، هتبقى عصبه. لو له زوجه او زوج وبنتين، يبقى البنت اللي هتاخد النص مش الاخت، الاخت هتاخد الباقي بعد الزوج او الزوجه. لان اذا مش الدليل من هنا، هنا ان ليس له والد ولا ولد على الاطلاق، يشمل الذكر والانثى. قال: ليس والمراد بالاخت وله اخت فلها نصف ما ترك، الاخت لابوين او لاب لا لام، فإن فرضها السدس كما ذكر سابقا. إن الآية الأولانية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. هنا الفرض هو النصف إن كانت واحدة، والثلثان إن كانت اثنتان فأكثر، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين. إذن دي غير دي. قد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة للبنات، وإن لم يكن معهن أخ، وإن لم يكن معهن أخ. وذهب ابن عباس إلى أن الأخوات لا يعصبن البنات، وإليه ذهب داود الظاهري وطائفة، وقالوا إنه لا ميراث للأخت لأبوين أو لأب مع البنت، واحتجوا بظاهر هذه الآية، فإنه جعل عدم الولد المتناول للذكر والأنثى قيدا في ميراث الأخت. هذا الاستدلال الصحيح لو لم يرد في السنة ما يدل على ثبوت ميراث الأخت مع البنت، وهو ما ثبت في الصحيح أن معاذا قضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وأخت، فجعل البنت النصف وللأخت النصف، رواه البخاري. وثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت، فجعل النصف للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، عشان يبقوا البنتين دول بنت في النهاية، بس دي ليست صلبية بل بنت ابن، وللأخت الباقي. يبقى هنا تبين بوضوح أنها إيه؟ عصبة. فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون البنت. لا مش صح، هو لا ولد له ولا والد، ودي في حالة ميراث الإيه؟ ميراثها كصاحبة فرض، ميراثها كصاحبة فرض، فتكون عصبة إذا ولدت بنت أو أكثر. يقول: وهو يرثها، أي الأخ يرثها، أي يرث أخته، إن لم يكن لها ولد ذكر. وإن كان المراد بإرثه لها حيازته لجميع تركتها، وده الصح، يعني حتى لو كان لها بنت هو هيورثها برضه، بس مش هيحوز التركه كلها، هو له اخته هيورثها، يرثها كامل الارث ان لم يكن لها ولد، لا ولد ولا بنت. وان كان المراد ثبوت ميراثه لها في الجمله اعم من ان يكون كلا او بعضا، صح تفسير الولد بما يتناول الذكر والانثى، وده الصح، لأن هو إذا وجدت أنثى هيثبت له إرث مش استيعاب كل المال. إيه؟
تبقى كلالة. ان هي بنت بس تبقى بنت بس مش كلالة. لو ترك بنتين بنتا او بنتين فليست كلالة. واقتصر سبحانه على نفي الولد فقط مع كون الاب يسقط الاخ ايضا، لان المراد بيان سقوط الاخ مع الولد فقط هنا، واما سقوطه مع الابن فقد تبين بالسنة كما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأب أولى من الأخ. سقوط الأخ مع الأب إجماع. أظنها مع الأب. أظن أن أما سقوطه مع الابن فقد تبين بالسنة هو سقوطه مع الأب، لأن هو الجزء الأولاني يقول لأن المراد بيان سقوط الأخ مع الولد اللي هو الابن أو البنت فقط، وأما سقوطه مع الابن يبقى مع الأب، عشان كده قال والأب أولى من الأخ. يبقى هي أما سقوطه مع الأب فهو يسقط لأن الأب أولى من الإيه؟ من الـ من الـ من الأخ. وإن كانت أي فإن كان من يرث بالإخوة من يرث بالأخوة اثنتين، والعطف على الشرطية السابقة والتأنيث والتثنية، وكذلك الجمع في قوله وإن كانوا إخوة باعتبار الخبر، فلهما الثلثان مما ترك، مما ترك الأخ إن لم يكن له ولد كما سلف. وما فوق الاثنتين من الأخوات يكون لهما الثلثان بالأولى، مع أن نزول الآية كانت في جابر وقد مات رضي الله عنه، مات أبوه يعني عن أخوات سبع أو تسع. أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي، فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. لما كان حيموت، مش ان هو مات يعني، هنا نزلت في وفاة في جابر لو احتمل موته، مش ان هو قد مات عن كذا، لانه ما ماتش عن كده، هو انجب بعد ذلك وكان له ايه ذرية، لكن كان له اخوات سبع. هو كلمة بالاولى دي مش ظاهرة، هي بس متاخدة منين؟ ان الاكثر من اثنين من البنات يكونوا ياخدوا التلتين اولى من البنتين، لان ربنا قال في الايات الاولى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فاذا كانوا البنات اذا كانوا اكثر من اثنين بياخدوا ايه؟ تلتين. يبقى الاخوات بالاولى مش هيزيدوا عن ايه؟ عن التلتين. معنى كده؟ وحنقول برضو طب حكم البنتين ايه؟ الثلثان ايضا. طب ما الايه وردت في الاكثر من ايه؟ من اثنين فوق اثنتين، فبنقول لانه اذا كانوا الاختين خدوا التلتين يبقى بالاولى البنتين ياخدوا ايه؟ التلتين. ها؟ دي تدل على دي ودي تدل على دي بالاولويه. البنتين ياخدوا زي التلتين فين؟ ما هو لو اختين وبنتين البنتين اللي هياخدوا قطعا التلتين، والباقي يبقى للاختين، لان البنات الاخوات عصبه مش اصحاب فروض.
عشان كده بيقول الآية على ما هي عليه ليس له ولد، وليس وليس كما يقول ان المقصود بالولد هو الايه؟ الابن. انتوا مالكم كده؟ مش معايا خالص. هو كده في حالة معينة. الآية في حالة ما إذا مات وليس له ولد ولا والد. مش على الإطلاق. بعدين شيخنا نفس الآية مش على الإطلاق. إيه؟ ليس له ولد يعني إيه ولد؟ ذرية خالص. ذكر أو أنثى. يبقى على إطلاقها زي ما هي. فرع وارث أو أصل وارث. صح. في الآية السابقة قال فالحق بالتين والأختين في استحقاقهما الثلثين كما الحق الأخوات إذا زدنا على الأخوات بالبنات اشتراك في الثلث. ماشي. قال وإن كانوا أي من يرث بالأخوة إخوة أي وأخوات فغلب الذكور أو فيه اكتفاء بدليل قوله رجالا ونساء، وده الصح. إن كانوا إخوة رجالا ونساء أي مختلطين ذكورا وإناثا فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا. وقد وضحنا الكلام خلافا واستدلالا وترجيعا في شأن الكلالة في أول السورة فلا نعيده. انتهى تفسير سورة النساء، ويليه إن شاء الله تفسير سورة المائدة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.